ايه ازاي الحاله يا باشمهندسه؟ كله تمام. ان شاء الله هتستلم مكتبك في الميعاد اللي اتفقنا عليه بالظبط. وجوه اخباره ايه؟ فكرتني، تعالى معايا. انا قلت اخلص لك اوضتك الاول عشان تقدر تشتغل فيها. ايه رايك يا مدحت؟ برافو، هايل، جنان. انا مش مصدق بقى البنت الصغيره المفعوصه دي يطلع منها كل ده. هنلدغ تاني؟ انا كنت فاكرك طالعه لاخوكي بتاع الكلام وبس. مدحت، انت ليه مش عايز تسيب حسين في حاله؟ لاني بعتبره زي اخويا بالظبط ونفسي اساعده. لكن حسين مبسوط كده؟ بس متهيالي ان مراته مش مبسوطه. تتفلق، دي واحدة ما تستاهلوش. يا ده انتي باين عليكي شايلة منها قوي. قوليلي هو اتجوزها ليه؟ ما انا قلت لك يا مدحت عشان بيحبها. تصور ده حتى حتة الأرض اللي ورثها عن المرحوم بابا باعها عشان يدفع خلاوة الشقة اللي احنا فيها دي. يا تلاهي والامتحانات قربت والعيال مجننيني. قولي نعم. الاستاذ موجود؟ موجود، اتفضلي. الحقيقه انا جايه لكم مكسوفه قوي، بس اعمل ايه غصب عني. خير يا طنط؟ في ايه؟ خير يا حبيبتي، اصل كمال ابني عمر ربنا ما يديك يا رب. كمال ابني بقى في الثانويه العامه ونفسي يخش كليه كويسه، فانا قلت البركه في الاستاذ حسين، يا ريت يقدر يساعد عشان يجيب مجموع كويس. طب يا طنط اتفضلي استريحي وانا هديله خبر حالا. انا عارفه هو مشغول قوي اخر السنه بقى، لكن البركه فيك يا حبيبتي، يا ريت توصيها عليا. حاضر يا طنط. الست صاحبه العماره اللي قدامنا عايزه تشوفك. ليه؟ ما قالتليش، بس ظاهر انها عايزاك في موضوع مهم. هتعوزني في ايه بس؟ يا اخي قوم شوف ايه الاول. اسمع، اذا كانت عايزاك في حاجه مهمه اعملها لها، ما تكسفهاش عشان خاطري. الو. اهلا، ازيك يا ماما؟ رجعتي امتى؟ ها ازاي جمالات ونافع والولاد اخبارهم ايه؟ كويسين؟ طب اسمعي يا ماما، هكلمك بعدين. ها باي باي دلوقتي. ربنا يخليك لنا يا استاذ حسين ويقدرنا على رد جمايلك. يا فندم العفو، ده اقل ما يجب. ميرسي، ميرسي قوي يا زينب. العفو، ان شاء الله ارد عليك بالافراح. مع السلامه. بالسلامه. ميرسي قوي قوي، الف شكر يا جماعه. ميرسي قوي. انا وافقت عشان خاطرك انت بس يا حبيبتي. ها مبسوطه؟ ايه اللي مبسوطه دي؟ اهو انت كده بقى تعجبني. في الدنيا حد يرفض فلوس جايله من عرق جبينه؟ معقوله؟ فلوس ايه يا زينب؟ انا وافقت اديله درس مجامله فقط. مجامله فقط؟ هتدي درس خصوصي للواد كده ببلاش؟ انت عارفه رايي في الموضوع ده. رايي ايه واحباب ايه؟ هو احنا منهم؟ دول عندهم أربع عمارات. عارف يعني إيه أربع عمارات؟ المسألة مش مسألة غنى أو فقر. أنت أكيد مجنون أو عاوز تجنني معاك. أنا خلاص طهقت بصراحة بقى، عيشتك دي ما بقتش تنفعني. عن إذنك. يا زينب، تعالي يا زينب، مش معقول ده. عالي. إياك فاكر إن الكام مرطوش اللي تاخدهم كل شهر دول يفتحوا بيت؟ لا يا سي حسين، فوق لنفسك قوي، فوق وكفاية كده بقى. يا حبيبتي بس أنا بس عايز أفهم. بلا تفهم بلا تفهم. بس ايه اللي انت بتعمليه ده؟ مش سيبني مفرش مالكش دعوه. يا سلام. تعالي يا زينب. اعقل، انت خليت فيا عقل. انا غلطانه ما لقيتش معاك لغايه دلوقتي. اوعى سكتي بقى. انت بس نفهم. زينب مرات اخوكي؟ هي رايحة فين؟ تلاقيها اتخانقت معاه زي كل مرة. اتفضل يا مدحت. الله، مالك يا حسين؟
قاعد شايل هم الدنيا على دماغك ليه؟ ايه اللي حصل تاني يا حسين؟ ابدا، حاجة هايفة زي كل مرة. الدروس الخصوصية برضو؟ ايوه. دي حاجة بسيطة يا اخي، وده سبب تتخانقوا عشانه. انت يا ميرفت بعد ما تستريحي شوية تاخدي بعضك وتروحي لها وتهديها بكلمتين وترجعيها. انا؟ لا لا لا، بلاش انت يا ميرفت، لحسن تكسفك زي المرة اللي فاتت. طب ايه رأيك يا حسين لو اروح لها انا؟ مش يمكن تعمل لي خاطر؟ اللي تشوفه يا مدحت. مساء الخير. مساء الخير. حضرتك والدة زينب مش كده؟ ايوه. يا ترى هي موجودة؟ وحضرتك تبقى مين؟ انا مدحت صاحب حسين، وجاي لها في موضوع مهم. اتفضل. اهلا وسهلا. ميرسي. مساء الخير. مساء الفل. مدحت سليمان. محسوبك نافع نافع المهلب. مهلب؟ ايوه كشاف. اتفضل. كشاف؟ ايوه، بكشف على اللي داخل واللي خارج، وميسيري ان شاء الله اكشف عليه. اتفضل. متشكر. العفو. ايه ده؟ الهواء طعمها غريب كده ليه؟ اشرب بس وانت هتدعي لي. احنا ما اتقابلناش قبل كده. ما افتكرش، لاني لسه راجع من اوروبا. انا في الحقيقه صاحب حسين من ايام الطفوله. ايه؟ وما لقيتش غير ده وتصاحبه؟ ده بني ادم دماغه ناشفه زي الحجر ومش عايز يتلحلح ابدا، وحاطط لي مناخيره في السماء مش عارف على ايه. ده راجل معقد عنده حقد طبقي. حقد طبقي؟ تصور انه غيران مني لاني بكسب قده 10 مرات. ودقيقة على كده، ان رديج اسكندرية عمره ما فكر يزورني ولا يجي ياخد معايا نفسين. اتاري القهوة طعمها متغير. اهلا وسهلا. زينب جاية حالا يا مدحت. انت لسه هنا يا نافع؟ ما تشيلش تقوم. قاعدين يكفيكوا شر جايين. انت لسه قلب غضبان عليا يا حماتي؟ ده انا جايلك من اسكندريه مخصوص. كسبنا صلاه النبي. كنت خليك هناك احسن لغايه ما تسلك لي الصالون اللي ابراهيم ابني بعتهولي من المانيا. ما هو ابنك ده غريب اخر قوي. في حد يبعت له هديه صالون حلاقه؟ انت اصلك طول عمرك برطه ما تفهمش حاجه ابدا. هو في اغنى من الحلاقين النهارده. حلاقي مين غيرك؟ هذا انت اللي فالح فيه. تعرف يا مدحت بيه، انا ناوية افتح صالون البلد كلها تتكلم عنه. وناوية تحلاقي دقن مين ان شاء الله بقى؟ دقن الدقن. اهلا يا مدام. طب عن اذنكم بقى، الاحسن عندي تسليكه مستعجله. ما تقلقيش يا حماتي، كله نايم في الدرة. أشوفك أمس. باي. متشكرة يا مدحت إنك جيت. على إيه يا زينة؟ ده أقل وجه. ولو إني زعلان منك لأنك سبتي البيت. يا أخويا بلا بيت بلا غيط. هو صاحبك ده بني آدم؟ ما تشوف المنايل على عينه اللي لسه خارج دلوقتي معايش أختها إزاي؟ أرجوك يا ماما، بلاش كلام في الموضوع ده. أنا خلاص أعصابي تعبت. على كل حال الموضوع ده محتاج نتناقش فيه بهدوء. ايه رايك لو قعدنا في اي مكان بره البيت؟ معاك حق يا ابني، عين العقل. ايوه ماما، بس ما بسش ولا حاجه. يا اختي قومي، على الاقل تغيري جو التربه اللي معيشك فيها سيب سلامته. اهلا وسهلا. تاخدي ايه يا زينب؟ اخد عصير برتقال. عصير برتقال واحد راي مارتيني. حاضر. ميرسي. يا ترى عجبك المكان؟ حلو قوي. تعرف يا مدحت، انا من يوم ما اتجوزت ما دخلتش مكان زي ده. مش معقول. اصل صاحبك ما بيخرجنيش من البيت غير كل شهرين ثلاثه مره، ويوم ما بنخرج يوديني الهرم، جنينة الحيوانات. عارف آخر مرة وداني فين؟ المتحف الزراعي. أصل
اصل حسين طول عمره متحف لوحده حقيقي. بعد ما اتجوزته حسيت اني غلطت، يا ما حاولت اغيره لكن ما فيش فايده. حسين ما كانش ليا يا مدحت. من ناحيه ايه؟ من كله، ما كانش ده النوع اللي يناسبني. اه طيب ده. ممكن اقدر اعرف مواصفات البني ادم اللي يناسبك؟ يعني عكس حسين خالص. حسين مش تقوم تنام بقى؟ لسه شوية. حياتك يا ميرفت، شوفي لي حبات اسبرين واعملي لي كوباية شاي. لا يا حسين، كفاية لحد كده وقوم نام، انت عندك شغل بدري. مش هيجيلي نوم. معلش قوم عشان خاطري، اقرا آية الكرسي وانت تنام على طول. انت لسه فاكرة حكاية آية الكرسي؟ طبعا يا حسين، ودي ايام تتنسي؟ كنت انت فيها ابويا واخويا وامي وكل حاجة ليا في الدنيا. كنت بتخافي من الضلمة، كنت اقول لك ايه رأيت الكرسي قبل ما تنام، واهليان دارت وقلت لي نفس الكلمة. ولا الحواديت اللي كنت لازم تحكيها لي كل ليلة. ياه الايام دي راحت فين يا حسين؟ انت فاكر يوم ما نزلت في نص الليل عشان تجيب لي ترمس؟ معرفش ايه اللي جيب بالك ليلتها تاكلي ترمس. ده انا لسه يا دوب كنت بقول نفسي في الترمس لقيتك نزلت جري. تعرف ليلتها زعلت من نفسي قوي. كانت كل حاجة بسيطة وسهلة، وكان الواحد بيحس بالأمان. في شقتنا الصغيرة القديمة. يا ريت أيامها ترجع. مش عارفة يا ميرفت، ساعات بحس إني مش قادر أستمر. نفسي أعمل حاجة ومش عارف إيه هي. الساعة كام دلوقتي؟ ياه دي الساعة بقت 1:30. يبقى مدحت مش هيقدر يعمل حاجة. ميرسي قوي يا مدحت، كانت سهرة حلوة قوي. ادي العيشة ولا بلاش؟ انا تحت امرك في اي وقت. تصبح على خير. تحبي أوصلك لغاية فوق؟ لا ميرسي، باي باي. مع السلامة. قولي لي يا حبيبتي عملتي إيه؟ كله تمام. صدقيني يا بنتي، أنتِ ما ينفعكيش إلا واحد زي مدحت ده. الو مدحت، مش معقول. اصلي ما كانش ممكن انام قبل ما اطمن عليكي واقول لك تصبحي على خير. انا ما تعودتش على الرقه دي كلها. ميرسي قوي.